41% هي نسبة تحديث سجلات الناخبين في نينوى، وهي دون نسبة 75% المطلوبة لاعتماد البطاقة البيومترية اعتمادا حصريا في الانتخابات. فرغم جهود مفوضية الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني لحث العراقيين على تحديث بياناتهم، فإن العديد من العقبات تقف أمام إعادة بناء الثقة مع المؤسسة الانتخابية. أحد الفاسدين السياسيين من محافظ صلاح الدين يحاول قدر الإمكان أن يمنع تجديد البطاقة البيومترية أو وجود بطاقة بيومترية في محافظتنا، ليستغل وجود البطاقة الإلكترونية للتزوير. يجب أن نمنع كل الشخصيات التي تروج لهذا الفاسد السياسي الذي يحاول أن يتلاعب بمحافظة نينوى. الرغبة في الحصول على أكبر قدر من المكاسب الانتخابية في نينوى دفع الكثير من الفاسدين إلى عرقلة عملية التحديث البيومتري وضخ الأموال للسيطرة على مدنها ومقدراتها والاستمرار في فرض سيطرتهم على مصادر القرار ومؤسسات الدولة. هنالك بعض الأحزاب الدخيلة التي جاءت من خارج محافظة نينوى وبالذات محافظة صلاح الدين فرضت هيمنتها وسيطرتها على مقدرات محافظة نينوى. هذا السياسي الذي ثبت عليه ملفات الفساد ومنع أيضا من خوض الانتخابات يريد أن يشتري الشارع ويشتري سياسي محافظة نينوى. استمرار سطوة المتنفذين ومن يحملون أجندات لأحزاب تسعى إلى الهيمنة على الدوائر الانتخابية في المحافظة مشهد يتجدد بتحريف مسار الانتخابات أو تزويرها كما حصل في الانتخابات السابقة. وسط استمرار مساعي ابتلاع نينوى من قبل قوى سياسية دخيلة، يترقب الموصليون دورا حقيقيا لأبناء مدينتهم في الانتخابات المقبلة وإفشال مخططات الحالمين بزعامة لا وجود لها. من الموصل محمد سالم، يو تي في.